10 ديال التسعين مدينة دريوش كتواكبوا واحد كيواكبوا واحد المخطط محلي للتواصل طبيعة الحال للتواصل مع المجلس المحلي للتواصل مع المجتمع المدني والسلطات المحلية والمصالح الخارجية قطاع الصحة مثلا. إذا اليوم كانت مناقشة كما شفتوا مع المكتب المسير ديال المجلس البلدي ديال دريوش ودرنا واحد المخطط أو درنا برنامج اللي كنحددوا فيه يعني شنو غادي يكون اليوم التحسيسي وفين غادي يكون اليوم التحسيسي والطريقة ديال العملية التحسيسية والشركاء اللي غادي يكونوا في هذه العملية ديال التحسيسية. من بعد كاين لقاءات مع المصالح الخارجية اللي غادي تجي من بعد اللي هو مهم أن هذا المشروع ديال تطهير السعير ضروري كتواكب واحد العملية ديال التحسيس لأن المواطن اليوم ما متوفرش المدينة ديال دريوش كلها ما فيهاش يعني ربط الشبكة ديال تطهير السعير إلا بعض الأحياء ولكن دابا كنتمناو أنه يعني ما بين الشطر الأول والشطر الثاني غادي يكون ربط يعني ديال المدينة ديال دريوش كلها وكما كتعرف مازال عندنا أحياء في المدينة اللي مازال كتستغل هذوك ما يسمى بالفوس سيبتيك أو لا شي حاجة حنا كنعرفوا التأثير ديالها على البيئة وعلى المجال بعدا غير ديال الساكن لأن داك الماء كيرجع له كيلوث من طبيعة الحال حتى الماء اللي كيشرب منه المسائل. إذا هذه كل شيء هذه العملية هذه بغينا نحسوا فيها المجتمع المدني ديال دريوش وخاصة العنصر النسوي لأن شكون اللي عنده علاقة مع تطهير السائل شكون عنده علاقة مع الماء هي المرأة، المرأة هي اللي كتسيق هي اللي كتلوح يعني داك الماء في, 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 في المجاري ديال الصرف وبالتالي غادي يكون هذا التحسيس وغادي يحس المواطن أن هذا المشروع كيساهم فيه كل الساكنة ديال دريوش يعني من المؤسسة المنتخبة ديالهم من الساكنة.